السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مجددا في شرحنا لهذا اليوم. إخواني الكرام، سنتعرف كيف نتمكن من استقبال قمر تور بدون استعمال أي مسطرة، فقط باستعمال هذا السلك بدون الحاجة إلى المسطرة، وكذلك الاعتماد على درع الطبق وهو طبق 1.40 متر، ويمكنك أيضا استقباله في جميع الأطباق بطريقة بسيطة. الآن كما سمعتم أنا على قمر النيسات، لقد سمعتم الصوت. فكيف نتمكن من استقبال قمر الطور؟ فالطور قمر الطور فهو قريب من النيسات بتقريبا 10 سنتيمتر إخواني الكرام، ولكن عند استقبالك لطريقة المسطرة فتعكس الأقمار. ففي الطريقة العادية الطور يكون في الشرق هكذا، ولكن عند استعمال المسطرة فتعكس الأمور لكي يصبح بهذه الشكلة. نقوم بتركيب توجه إلى قمر طور، فهو سهل الاستقبال بدون يعني أي مشاكل. ثم نختار قمر طور من السوفت لينك. لاحظوا معي، سمعتم إخواني الكرام؟ يعني بسهولة. ثم نأتي بالسلك ونقوم بإحكامه في هذه الكيفية. تم إحكامه بشكل جيد. وهذه هي إشارة القمر إخواني الكرام بشكل جيد، يعني إشارة جيدة. لاحظوا معي، جميع القنوات شغالة. اختار قناة مفتوحة، يعني كل القنوات به مشفرة، أغلب القنوات فهي مشفرة على هذا القمر، من بين القنوات الرياضية ديجي سبور و... لاحظوا معي، يعني كل القنوات شغالة على هذا القمر. فقمر الطور إخواني الكرام فهو غني عن التعريف بقنوات عديدة اللي التي تشتغل بسيلفرات شيرينغ، من بينها ديجي كلاس وديجي سبور عفوا، والعديد من القنوات الرياضية، وتشتغل كذلك بتبات رهيب. إذا كان يعني فقط كل ما عليك هو تقوم بربط طبق يعني لقط النيسات والطور بالسويتش، ثم تقوم بضبط الإعدادات أسفل يعني في الريسيفر، ومبروك عليك قمر طور والنيسات. إذا كان هذا هو شرحنا إخواني الكرام، وإلى شرح قادم بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.